السنة يلا بتخدموني فيه. أورهان، بتمنى ما تكون عم تفكر إنه تعكر لي مزاجي بهاليوم الحلو. يلا فردها بابا، إيه؟ اليوم عيد الأم. يلا بابا عايدة. إيه ماشي يا أولاد. عيد أم سعيد شي نقول. شكراً إلك سيد أورهان. باسا، عيد أم سعيد يا أحلى أم بهالدنيا. يا روحي أنت دخيل قلبك. مرت عمي أبي كفي وليه فصعوني؟ مو أنت كتير بتديري بالك علي وبتأسري لي الفواكه أحيانا؟ ايه؟ عيد أم سعيد لألك. الله يخلي لي ياكي يا حبيبة قلبي، والله كتير فرحتيني بهالهدية. تعي لهون يا روحي. الفكرة حلوة كتير يا بنت. أولاد عمي تفضلوا لنفطر مع بعض. ايه صحيح، يلا بنتي جيبي كراسي يلا. لا لا ما في داعي، أنا في عندي كتير شغل من شان المهرجان. مزبوط، أنا نسيت المهرجان والله. وأنا رح كون هنيك. سمعت مرت عمي ورح يختاروكي أم هالسنة. بس ياكلوا الشغلات اللي سويتها، مو بس أم هالسنة، رح كون أم هالقرن كمان. وجان لا تضل واقف، جيب كاسة مي لنحط فيها هدو. ماشي. أهلين وسهلين، في عنا تشكيلة عصائر طيبة. تسلم إيديكم. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. تعالوا تعالوا تعالوا، يلا تعالوا على مطبخ أمكم شي نقول. هلا مهلا. تعالوا تعالوا. بكفي هلا بتخوفي الناس وبتخليهم يهربوا. ليش لحتى يخافوا يهربوا؟ هيك هربوا. طلعي ليكي كلياتهم مجانين، شو اللي عجبهم بأكلات تبهات خانهم؟ كلياتها معمولة بلا سكر. تعالوا تعالوا يلا يا أولادي الحلوين، كلوا من هالحلويات اللي ساويتها. انتوا بحاجة للطاقة، لازم تاكلوا كتير، رح تاكلوا أصابعكم وراها. حطي لهم تنتين، حط المصاري أول. ايوة ان شاء الله صحتين وهنا على قلبكم. تعالوا تعالوا تعالوا. اطلعوا على قربوا من المطبخ شي نقول. عم تنادي بأعلى صوتا فتح حالة بشي سوق شعبي. هالأكل بأي مكان. يلا يا أولادي يا حلوين قرب.